تشكيل حكومة كركوك المحلية في العاشر من آب الماضي وعدم إشراك جميع مكونات المدينة كان السبب الرئيسي في إيقاف إطلاق الدرجات الوظيفية في المحافظة، خصوصا وإن كركوك تنفرد بقانون خاص بها ينص على أن تشترك جميع مكونات المدينة في إدارتها وحتى الدرجات الوظيفية. الدرجات الوظيفية 7000 تقريبا و200 ما أدري قد بالضبط، كل المحافظات أطلقت إلا كركوك. يعني أوكي هي بيها أقليات وبيها تركمان وعرب وكراد، بس بعدم التوافق السياسي الشباب انحرمت من هذا التعيينات وجاي تنتظر وماكو والله مثلا الفئة التركمانية ما حضرت لأن أكو شكوى بالمحكمة الاتحادية العليا أنه هاي الحكومة تشكلت خارج كركوك. الأعضاء البقية الأخرى العرب أنه الحصة ما موزعة بشكل دقيق. في الوقت الذي يطالب به المواطنون بإطلاق استحقاقاتهم من الوظائف، تقف الحكومة المحلية بصمت أمام هذه المطالب بسبب غياب المكون التركماني وجزء من العرب والأكراد من تشكيلة الحكومة الحالية غير المعترف بها من الأعضاء المقاطعين، كونها افتقرت إلى إشراك الجميع بإدارة المدينة. موضوع 7000 درجة وظيفية طالبنا بها بمؤتمر حدث قبل كم يوم ويا المحافظ، وناقشنا موضوع 7000 درجة وظيفية، وكان الموضوع على بداية 2025 راح ينطلق هذا الموضوع 7000 درجة وظيفية، لكن بسبب عدم توافق السياسي اللي حاصل بالمحافظة ومن أعضاء مجلس المحافظة قاعد يتأخر هذا الموضوع. نتأمل أنه تنطلق حتى تتيح الفرص التعيينات للشباب اللي قاعدين بكركوك، لأن 7000 درجة وظيفية مو قليل. في ظل هذه المعرقلات يبقى الشارع الكركوكي بانتظار 24 من الشهر الحالي لإصدار قرار المحكمة الاتحادية بما يخص شرعية الحكومة المحلية من عدمها، على أمل أن تطلق الدرجات الوظيفية بعد قرار المحكمة الاتحادية. من كركوك عمار حامد، يو تي في.